بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تكون معاك الهارد حصل مشكلة والملفات مش قادر تحصل عليها، مثلا هارد خارجي وقع فمش شغال، أو البارتيشن بتاعك حصل حاجة فرمطت من غير ما تاخد بالك أو ديليت من غير ما تاخد بالك. طيب، في برنامج اسمه ريكفر ماي فايل، ده هتحمله من موقع getdata.com. البرنامج ده عبارة عن إيه؟ بتحدد له المكان اللي كان فيه الملفات اللي مش موجودة دلوقتي، هو بيعمل لها ريكفر وبيحاول يعمل لها استعادة. دي فكرة البرنامج باختصار، اسمه ريكفر ماي فايلز، بيتحمل من موقع getdata.com. في بعض البرامج الموجودة على الموقع، في حاجات متخصصة في استعادة الصور، في حاجات متخصصة في إعادة الإيميل، في حاجات ريكفر ماي آيباد، في حاجات ريبير، في حاجات الملفات الاكسل للوورد وهكذا، يعني في مجموعه ملفات، بس ده البرنامج العام اللي هو بيدخل يستعيد اي ملفات موجوده. والبرنامج ناس كتير جربته وفعلا عمل استعاده كويسه جدا لملفات كنا فقدنا فيها الامل. هو بيقول لي انت عايز الدرايف كله، يعني ممكن يكون عندك هارد خارجي وكله ضرب، فانت حاول يعمل لك ريكفر ليه كله او لبعض الملفات زي ما انت عايز. بعد كده بتقول نيكست، بتحدد اني ملف اللي هيعمل له ريكفر، يدور على الحاجات اللي ناقصه ونيكست. بيقول لك سيرش فور ديليت فايل، هيبدا يدور لي على الملفات المفقوده، وبعد كده تعلم على الملف اللي انت عايزه وتقول له ريكفر فيبدا يجيبه لك. تمام، ممكن تقول له سكيب وهو يجيب لي الملفات اللي هو لقاها. علم عليه ملف مثلا فرض ان ده اللي انا عايز ارجعه، اقول له فايل سيف از وسايف الملفات دي في بارتيشن اخر، فهو دلوقتي بيسألنا على الاكتيفيشن.